وإنما هو موصى بأن لا يقوم في وجههم بالسيف، لأنه كان يعي ذلك بأنهم هجموا على الدار لكي يثيروا غضب أمير المؤمنين ويقوم في تلك المعركة. ولو عاركهم أمير المؤمنين وحربا بالسيف لما انتهت المعركة إلا بانتهاء الدين. فاطمة كانت تعي بأنه أمير المؤمنين موصى فلم يقوم يدافع عن نفسه بالسيف، لكن أكو روايات تثبت بأنه دافع عن نفسه. قيل أنه تل رجلا منهم من تلابيبه، خالد بن الوليد، أخذه وطرحه أرضا، مو ما دافع عن نفسه، لا، مو خوفا من علي أبدا، وإنما الوصية التي هو موصى بها. أكثر من ذلك الأمر من ظلاماتها، أخذوا نحلتها، قضية الضرب وما جاء في الضرب، هناك روايات عديدة بأنهم ضربوها، لما يقول لك هذا دخل عليها ضربها أو ركلها أو رفسها، أكو في صحيح البخاري موجود هالرواية، أنه يقول هو بنفسه: عندما هجمت على دار فاطمة وعلمت أن التي خلف الباب هي فاطمة، أخذت أرفس الباب رفسات عنيفة إلى أن خرت إلى وجه الأرض وهي تنادي: يا أبتاه يا رسول الله. إيش قد ألموك يا فاطمة الزهرة، بقيت بقية حياتها، إذا صحت الروايات، أكو رواية تقول 45 يوم بعد أبيها، أكو رواية تقول 75 يوم مثل هذه الرواية التي نحييها، أكو رواية تقول 95 يوم. الإمام الصادق يقول: باتت جدتي فاطمة بعد أبيها لا تنام إلا على جنب واحد. ليش يا ابن رسول الله؟ قال: لأن اللئيم كسر أضلاعها، أنبت البسمار في صدرها، أسقطها جنينها. كانت كلما يدخل عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تصد بوجهها عنه كي لا يرى أثر اللطمة على وجهها. بعد شنو عندك؟ قال: عندما جاءت الليلة التي كانت فاطمة فارق الدنيا فيها، أخذت توصي بوصاياها. هي مثل البارحة، يعني البارحة وصت أمير المؤمنين بالوصايا التي قلتها لك أول المجلس، قريتها عليك، الحين عندها وصايا أخرى تريد توصي أولادها. منو أولادها؟ توصي أولادها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. عندما انتهت من وصاياها إلى أمير المؤمنين التفتت قالت: يا علي، علي بابنتي زينب، عندي وصايا لها أريد أن أوصيها. ما تريدين أن توصيها فاطمة؟ أريدك تسمع هالوصايا، تسمع شنو هالوصايا إلى زينب. زينب عمرها كان 5 سنوات يا شيعة، 5 سنوات، لكن تعال اسمع شنو الوصايا اللي تألم القلب. يقولون: دخلت زينب على أمها طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات، أرادت أن ترتمي بنفسها على حجر أمها. كانت فاطمة تمنع أولادها أن يرتموا على حجرها. أسألك ليش يا سيد؟ أكو سادة موجودين، ليش تمنعهم فاطمة؟ لأن اللعين كسر أضلاعها ولا تستطيع أن تضم أولادها. جاءت زينب نظرت إلى أمها: أم فاطمة خذيني إلى حجرك. قالت: بني زينب، أو ما تعلمين أن اللعين كسر أضلاعي؟ صاحت زينب: يم زينب، أني زينب بضعة حيدر الكرار. لا لا لا، مي مقبولة منك هذا عز فاطمة، أريدك ترفع صوتك، ندخل على مصيبة الزهراء الآن، أريد من عندك أعلى، يلا. يم زينب، أني زينب بضعة حيدر الكرار، جيت أجمد اللطمة واحضن بضعة المختار. أني بالحجرة كنت أسمع صوت أصيات تتلوى، كأني سمعتك تصيحين: جنيني سقط بالقوة. وجاي يبكي وينادي حسين: يا زينب أمنا في غشوة، تعالي نلحق عليها وجيبي وياك ليها خمار.
اسمعي أم فاطمة، رفعت خماري عن راسي وجيت أتبع أخوي حسين، لأن المرتضى ينادي وش بيدي على الضلعين، رجع خمارك براسك ولا تزيدين لي لونين، ترى ما اقدر عايلك يا زينب بلي خمار. أما فاطمة خذيني إلى حجرك، شنو صاحت فاطمة؟ يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري، لكن العدو الملعون بالعصرة هشم صدري، وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالع وعذري، من البسمار ما أقدر أسولف لك من البسمار. أين المنادون وفاطمة؟ بني زينب أحس حيني يا بنتي حان، قربي لي يا نور العين، وصية عندي لك لازم تسمعيها يا بنتي زين، لظهر العاشر محرام عام واحد وستين، تنفذيها قبل الحسين لا يجهز إلى الكفار. هلا هلا، إيش عندك وصايا عن الحسين أمها فاطمة؟ بني زينب أعرف الحمل ثقيل عليك، أنت صغيرة بعمرك لكن كبيرة بقلبك وعقلك. بني زينب اسمع الوصية، قبل ما يجهز المظلوم قبلي قلبه نحره، لأن قلبه ويلي ويلي، إيش عندك أمه؟ قبل ما يجهز المظلوم قبلي قلبه نحره، لأن قلبه بمثلث بنزعة من خرز ظهره، تالي الشمر يا زينب يتربع ويفري من حرق بالك وجسمه ورجله تفحص بلوعار. يا زينب سهمي المثلث وبالأصل بسماري، وبخيامك بتلهب نار أصلها من حرق داري، وانت بجفك خمارك وانا من بابي خماري، وقيد الله على السجاد نفسه قيد حامل جار، لولا الأول ما دخل في بيت حيدر، يلا لولا الأول ما دخل في بيت ما حد على زينب يطب الخدور يقدر، جف اللطم هذيك هذي بصوت كسار، ونار ورت بالباب تسحر بالصياوي، وبقيت الزهراء على تلك الحالة تقول أسماء إلى اليوم الذي ماتت فيه فاطمة، رأيتها قامت واغتسلت ولبست ثيابها وغسلت الحسنان وألبستهما ثيابهما، ثم بعثتهما إلى الجامع إلى أبيهما كي لا يشهد وقت وفاتها، ثم التفتت إلي قالت يا أسماء أنا أدخل إلى الحجرة أقرأ القرآن في مصلاي، كلما سمعتي صوتي فاعلمي أني بخير، لكن إذا وجدتي صوت خفاض فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. أين المنادون ومظلومة؟ تقول أسماء بينما أنا أقوم بأعمال الدار، وكنت أسمع صوت فاطمة تتلو القرآن بينما أنا كذلك، وإذا بصوتها انخفض، جئت على باب الحجرة أنادي يا فاطمة ما أجابت،
يا أم الحسن والحسين ما أجابت، يا زهراء ما أجابت. فتحت الحجرة وإذا بها ممددة ناحية القبلة، أين المنادون وفاطمة، أين المنادون ومظلومة. جلست عندها أبكي ساعة بينما أنا كذلك، وإذا بالباب تطرق جئت وفتحت الباب، وإذا بهما الحسنان دخلا. قلت لهما اجلسا يا نور عيني، وضعت لهما الطعام، قلت لهما كلا يا سيداي. التفت الحسن قال لي يا أسماء من أين علمتي أننا ناكل دون أمنا فاطمة؟ يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ ليش ما نسمع ونمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن ال لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا هيتام. والشهيد يصيح لتفاول ترى قلب انكسر، سالمة ويا ريت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة وريت علتها تغون. قال خويا منا نحيلو بهضها ضرب المتون، نسأل الله الضلع المكسر من الزهر انجبه. وفاطمة اسمى يا أولاد المرتضى وروح الرسول، ذاب قلبي ما اقدر احكي لكم يا ساداتي شقول، لكن الحجرة دخلوها وعاينوا حال البتول. بالعجل ودوا لابوكم يا ضياع عيني خبر. والسواو يقولون قاموا جاءوا الى الحجرة، فتحوا الباب. عندما فتحوا الباب واذا بالزغرة ممددة، يوم دخلوا على الزغرة عاينوا خمددة، يوم دخلوا على الزغرة عاينوا خمددة. نايمة نومة الموت وساد ماهم والسدة، بالمصلى والقلب ومسدل عليها الردة، خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطر. وفاطمة يقولون بعدها خرج الحسنان لإخبار والدهما بما جرى على أمهما. جاء إلى الجامع أخبر عليا، قام عليا مسرعا إلى الدار حيث أنه قام وانكب على وجهه، ما قدر يستحمل أبا الحسن حبيبة قلب فاطمة. يقولون أول ما وصل إلى باب الدار أخذ ينادي يا الباب، أنا لبست الحزن طول الدهار، جلباب جلباب ذهيل وحاير وغالي فكر، يا الباب نشدك وين محسن سقط، يا الباب من عصرة والزهرة الزكية. يلا ونا إلى المدينة وصلها، هيا من عصرة والزهرة يا الزكية. يقولون دخل، تقول أسماء دخل على فاطمة وهو يردد أراعل للدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل لكل اجتماع من خليلين فرقة وما دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. عندما جن الليل كما أوصته فاطمة وضعها على المغتسل،
باشر في تغسيلها من تحت أثوابها، تقول أسماء وأنا أعينه على جلب الماء من الخارج. بينما هو كذلك دخلت إلى الحجرة بحثت عنه فلم أجده، وإذا به جالسا في زاوية الحجرة يبكي بكاء عاليا: الله يا أبا الحسن تأمروننا بالصبر وتجزعون؟ قال: يا أسماء لا تلوميني، عندما كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلع من أضلاعها مكسور. أين المنادون وفاطمتاه؟ أين المنادون وسيدتاه؟ عندما انتهى من تغسيلها وعقد عليها الكفن صاح: ولدي حسن حسين زينب أم كلثوم، هنموا هلموا لوداع أمكم. دخلوا عليها، الحسن عند رأسها، الحسين على صدرها، زينب وأم كلثوم عند قدميها. الحسن ينادي: أمه كلميني. الحسين ينادي: أمه كلميني. زينب وأم كلثوم يناديان: أمه كلمينا. يقول أمير المؤمنين والذي نفسي بيده: قال الحسين كلمة، قال: أمه كلميني، فأنا عزيزك الحسين، كلميني قبل خروج روحي من بدني. سمعت الزهراء حنت وأنت وفتحت باعيها وضمت الحسنان إلى صدرها. وإذا بالصوت بين السماء والأرض ينادي: يا علي نح الحسنان عن صدر أمهما، فلقد أبكيا ملائكة السماء. إيه يريد لها إيمان يا شيعة الزهرة إن وهي ميتة على أولادها. إيه والله. ويلا بعد باقي عندنا تشيع الزهرة، لكن قبل أن نشيعها بعد خلاص نختم المجلس: ينسمع من الزكية ونينها. يا علي ألطم ألطم. ينسمع من الزكية ونينها، وعلى ونتها الجليل يعينها، وعلى ونتها الجليل. لا تقعد ساكت، جاوب. ينسمع ينسمع.